نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع تراجع سوق الأسهم الأمريكية نهار الخميس لأدنى مستوى من شهرين تقريبا. خسائر نازدا كانت نتيجة انخفاض سهم أبل بنسبة 3.8% لأنهى جلسة التداول بأقل من 98 دولار. بعد مبيعات الآيفون 6 و 6 بلس اللي كسرت الأرقام القياسية خلال الأسبوع الأول، واجه الناس بعض المشاكل ببرنامج iOS 8.0.1، بالإضافة لمشكلة تانية أثارت ضجة وهي انحناء الجهاز ببعض الحالات. إذا انخفاض نهار الخميس أتى نتيجة زيادة المخاوف تجاه الاقتصاد العالمي وردة الفعل السلبية تجاه مشاكل منتجات أبل الجديدة وبرامجها الحديثة. ومننتقل للذهب، حيث ارتفعت الأسعار من أدنى مستويات من 9 أشهر بموازية الهبوط الحاد للأسهم الأمريكية، ولكن بشوف بعض المحللين أنه أسعار الذهب معرضة للتراجع بسبب صعود الدولار وتوقعات برفع أسعار الفايدة الأمريكية. ومننهي مع شركة الملابس الرياضية الأمريكية نايكي اللي سجلت ارتفاع بالأرباح بعد كأس العالم هالسنة. وبالأرقام ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23% ل 962 مليون دولار بالأشهر الثلاثة المنتية بآب، بوقت ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتوصل ل 8 مليار دولار بنفس الفترة. بحب أذكر أنه أيضاً أنه نايكي أنفقت مبالغ هائلة لتسويق العلامة التجارية خلال نهائيات كأس العالم. على أثر إعلان خبر الأرباح ارتفع سهم نايكي بنسبة 6%. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم نهار التنين.